برشلونة يرسل رسالة إلى غوارديولا واعتزال حكم نهائي دوري الأبطال وتحدي شوارب في ملعب دراغاو. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. لمن فقد الشغف ولم يعد يؤمن بأن الأحلام تتحقق، عليه أن يرى صورة ميسن ماونت لاعب تشيلسي، وضمن احتفالاته بلقب دوري الأبطال نشر صورة له وهو طفل بزي البلوز، وبجانبها صورة وهو يحمل كأس دوري الأبطال التي حصدها بالأمس. هنأ نادي برشلونة عبر حسابه في تويتر نادي تشيلسي الإنجليزي على الإنجاز، كما أنه وجه رسالة إلى مدربه السابق بيب غوارديولا، أشاد من خلالها بموسمه الحالي بشكل عام مع السيتي، مما دعا البعض للتساؤل، هل يعود غوارديولا إلى النادي الكتالوني؟ رصدت عدسات الكاميرا الحكم الإسباني ماتيو لاهوز بعد المباراة وهو يبكي بسبب تأثره بعد إدارته لأحد أهم المباريات في مسيرته التحكيمية. الحكم الإسباني سيدير مواجهات في كأس أوروبا المقبلة قبل أن يودع الملاعب ويضع صفيرته جانباً. قبل نهائي الحدث ترهن زميل صحفي برازيلي مع لاعب تشيلسي الإيطالي جورجينيو، إذا فاز تشيلسي سيقوم كل واحد منهما بحلاقة شارب الآخر، الأمر الذي تحقق بالفعل وأمام عدسات الكاميرات كما نرى. جورجينيو ظهر بعدها في كافة الصور حليق الشارب والذقن، فيما ظهر الصحفي بدون شاربه.